واحد من الناس مثلا مهند العزاوي، تحياتي له. احد الناس اعطانا رقمه قال مهند صديقي وكذا، قلت له من انت؟ قال لا تقول اسمي. مهند هم انا يحب الابداع ومثلك كان، فانت اتصل بي وكذا. انا اتصلت بي، سلام عليكم استاذ مهند، وانا شاعر شاب وانا ما اريد حلقه، انا اريد مجرد تسمعني، واذا كنت استحق بالجداره تستضيفني. تمام، دز لي قصادك على الواتساب، دزيت قصادي. يوم يومين اسبوع شهر ما كرت، يعني حتى لو مثلا ممكن قصادي بها زحاف او مو حلوه، كان المفروض يابا انت مثلا قصادك يحتاج لها بعد وطور من روحك وكذا، كنصيحه يعني. ما رد علي للاسف. ممكن انشغالات الرجل يعني، انشغالاته يعني، تحياتي له، بس هي انشغالات يوم يومين اسبوع. ما هو انت شلون يقول لك يعني، انت ضيف تقبابك يعني. هسه ان شاء الله من هذا البرنامج راح تكون الانطلاقه للمبدع علي على الله، فدوى لعمرك الله يعزك، والناس تطلع اكثر الشرف على نتائجك.